صباح الفل او مساء الفل على حسب انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى. اهلا بيكم بفيديو جديد وفلوج جديد، والفيديو ده هتلاقيه نزل مفاجئ في نص الاسبوع كده. ليه يا باشا؟ الفيديو ده قبل اي حاجه مش تمرين. الفيديو ده ببساطه هو يوم كامل من الوجبات والشغل، حاجه يفول فرو كده زي الناس بتحبها كده، حاجه رو ما فيهاش اي ادس، ما فيهاش اي حاجه، حاجه نوري كده الناس الحاجات اللي بتتعمل في النص كده. عندنا كده كم شهور هنروح نعمله. عندنا انا هكتب بقى الوجبات كلها بالماكروز. النهارده يوم راحه، ودي الماكروز المفروض اللي انا كلها ايام الراحه. دلوقتي الوزن النهارده كان 80 على النقطه بالظبط، ودي صور، بس دي صور اتاخدت الاسبوع اللي فات، يعني ما صورتش النهارده. بس خليني اوريكم انا بعمل ايه في يوم الراحه، باكل ازاي يوم الراحه. معظم الوقت بخرج بنزل، فباكل بره البيت، باكل اي حاجه انا نفسي فيها، بسيبها ضمن السعرات والماكروز. عندنا اول وجبه هنا، عندنا الشيك المعتاد اللي احنا عارفينه. عندنا 2 سكوب من الواي بتاع ايفولف اللي بالايس كريم كوكي اللي فيه حتت اوريو حقيقيه يا باشا، فانت لو ما جبتوش فانت فايتك نص عمرك اصلا. ده اول حاجه كده. عندنا 150 جرام شوفان وسكوب من الكرياتين الكريا جول بتاع ايفولف، الكريا بيور يا باشا، يعني انضف درجه كرياتين في العالم، يعني احسن كرياتين هتاخده، يعني احسن كرياتين من ناحيه الامتصاص بتاعه. فانت برضو ما زال فايتك نص عمرك لو انت ما جبتوش. تجيب طب من ده وتجيب طب من ده، من الاخر بتستعمل ايفولف تاني عشان تاخد 10% خصم عليك، ده من الاخر كده. وعندنا برضو عندنا هنا ريد بول، دي دايما باخدها الصبح كده، يعني بشربها، يعني بلف بينها وبين الشيك. دلوقتي احنا رايحين مشوار شغل، عايز كده اوريكم الدنيا تمشي ازاي، بنعمل ايه والكلام ده كله يعني. وخلينا نشوف، يلا بينا يلا بينا. مشكله بقى الطريق ده والكورنيش، ان هم بعد ما في تصليحات بقى ولا بيعملوا كوبري تقريبا، الطريق كله يعني بقى، يعني في حته كده انت بتقف فيها ربع ساعه. انت كده انت لو بتعدي من الكورنيش وانت ساكن في المعادي او بتنزل من على كوبري اكتوبر او ايا كان، فانت دي حاجه انت هتعرفها. وللي بيسال، لا انا ما جبتش جو برو، انا حرفيا انا سند الكاميرا بايه يعني، سندها تحت رقبتي حرفيا. يعني الجيش بيقول لك اتصرف، يعني دي لما امك تعمل لك جو برو في البيت. احنا ايه، نحول بقى دلوقتي لو انا استلم. احنا جايين نعمل هوديز للشباب بس عشان يعطيهم 5، واي تاخير من بيحصل من عندنا احنا. استاذ سيف مش مسؤول عن اي حاجه، كوتش سيف مش مسؤول عن اي غلط بيحصل، واحنا هنتحاسب. عايزين تعرفوا هو انا فين عشان تيجي تكسروا المكان، تعالوا بصوا. لا انا مش هقول اسم المصنع، المصنع اسمه اورجن، دي عادي. فانت لو عايز تعمل اي حاجه بصراحه يا شباب، الرجاله دي زي الفل. عشان اهو في بس حد مزعج معانا في حاجات الصوت كده، بغض النظر عنه. اي حد هيجي من طرف استاذ سيف، انا محمد قال لي والله انا ما اعرفش ان انت يعمل بقى لبسك هوديز بتاع والله هنا الشباب على طول سته. اي حد من طرف كوتش سته يا جماعه، لا هو برضه قولوا له يدينا ديسكاونت احنا كمان. قلت له والله لا كده كده يا باشا، والله العظيم بياخدوا ديسكاونت والله. انا ما عنديش مشكله ادي لهم الحاجه بالاجل، هم بس يتمرنوا يتمرنوا بس. لا لا كوتش سته مكانه يا جماعه حبيبي، كده كده والله. دلوقتي احنا عند جمال الموتوسيكلات كله، يعني دوكاتي. تعالوا كده نبص بصه، لسه مخلصين ورجعنا من عند دوكاتي. بص كده على سيفي، اقسم بالله عروسه. ده اللي ما يعرفش انا بحب الموتوسيكلات، عندي هارلي فات بوي، الصوره بتاعته هنا. قلت راح ابص بصه كده. دلوقتي احنا طالعين المكتب هنعمل كده كام حاجه ومكملين الفلوج يا باشا. يا استاذ احمد مساء الفل، مساء الصحه، تمام الحمد لله، زي الحالات. ضرب عامل ايه؟ ايه؟ ضرب عامل ايه؟ عامل غلط صح كده؟ مش تعرفه بس احنا ليه يعني، لو الاسعار بتغلى ليه ده هيحصل يعني؟ الراجل هو قاد وشاد وعارف كل حاجه. والدولار عامل ايه؟ عامل غلط. متفق مع الكلام ده يا استاذ فكري ولا؟ شايفين السعاده على وشهم عامله ازاي؟ ويقول لك اذا لم تستطع المقاومه فاستمتع. صح كده؟ دلوقتي الساعة 7 الا ثلث. يعني احنا ما خدناش غير الشيك والريد بول، وعندنا بقى الوجبة اللي بعديها على طول. خلصنا الشغل وخدنا لفة كده. عندنا هنا فلفل، وتقريبا مستني الأكل يعني هو كمان. عندنا هنا 200 عشان نظبط الفوكس. عندنا 250 جرام رز أبيض و180 جرام لحمة، وعندنا شوية كوسة. الاخر طبيخ يعني في البيت، ومفيش احسن منه بصراحه يعني. احنا بقى ايه دلوقتي، بنزيد عضلي يا حاج وبتاع، والحاج هو برضه الله ينور يا حاج شالفول بتاع الفلاحي. والماكروز بتاعت الوجبه دي، هات له وجبه
انا والله هاكلك معايا، انا عارف ان انت اصلا عايز تاكل. حاضر، حط ايدك او حط بوقك على الكاميرا هتقفل. حلو، متحدنا في ذلك ان شغال هنا اليومين دول في البيت ما بتقفش طبعا، دي الحاجه الوحيده اللي شغاله. تاكيد على حاجه زياده، بس الحاجه الزياده ان هو فيه 250 جرام من عصير التفاح بتاع الجوينه. وانا بصراحه ايه يعني، بما انك بقى في اوف سيزون او فتره الضخامه، انا بصراحه لازم جنب الحاجه اشرب حاجه. وهو بصراحه كده انا مش دايما بحب اشرب حاجه بصودا كتير فيها سعرات، او مش بيبسي تحديدا، ممكن سبرايت هي اكتر حاجه انا بحب اشربها. فايه شويه كالوريز او سعرات زياده مش هتضر، مش هتضر. شويه ايه كالوريز زياده تخلي الطاقه بتاعتك عاليه تودي بتاع وبس كده. كده انا شفت الدوكاتي فمسخنت دي واحده ايه. قرر انضم ليا يا شباب الراجل. بصوا كان في اول فلوج عملناه اللي هو فلوج الجونه. انت بتعمل ايه؟ بس بصراحه فلوج الجونه الراجل يوسف شهدي يعني مودز الجونه، يعني اول فلوج اتعمل في ايفول، يعني الراجل لسه مكمل مع ايفول بساعات الشيزون. ساعات الشيزون من هنا ابتدينا، من هنا ابتدينا، لا من قبل كده، من قبليها ابتدينا، قبل كده ابتدينا، بس ابتدينا حاجه جديده بالظبط كده. الراجل برضه الله ينور عليه، هو برضه مولع الداده. يا شو بص دي، بص دي داده بقى شو دي، ده فات بوب داينا، فات بوب داينا. بس ما نجيش جنبك حاجه بصراحة. احنا بنحاول نبقى زيك يا كابتن شو، بنحاول فاهم. الله اكبر، الله اكبر. حط ايدك على الكاميرا. 10 سنين انا صغرت 10 سنين. مفيش الكلام ده، ازيك؟ على مفيش الكلام ده الملياردير بتاعنا يا شباب، تمام؟ وده البايكر بتاعنا. ده انت بقى اقل، فانت معاك فلوس اقل، فاهم؟ الراجل كانت دوجلاس كانت قد كده في الجونه، بس هو عشان حط فلوس استثمرها في حاجه، فاهم؟ وجو معانا يا بص على باميه، بس باميه بيمو عامل ايه؟ وبقول لك ايه، معانا لما معانا كابتن مستر نور عزيز، السير نور عزيز. اهلا. انا طبعا شهدي. انا بريك بعد بعد الدق طبعا، انت عارفين. ريكو بامية، معانا جو، معانا عبدو، معانا جميل، مساء الفل يا كابتن عبدو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الشياكه دي؟ مش حاجه جنب كابتن جو في حاجه. كابتن عبدو انت الاساس والباقي اكياس. منور ازيك يا سوفا؟ ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك يا رب. عندنا يا شباب هنا عندنا حوالي 250 ل 300 جرام مكرونه. عندنا هنا سكالوب مكرونه اسمه بلكونه. سامع الصراحه عايز ادي، عايز اقيم يا شوف. اتفضل يا باشا. رجع كبده فراخ هنا بصراحه بالدبس. الماكرو شكله هذا صوت عمال يلعب كوره الكاميرا نفسه. هناكل بقى ونشيل كده من هنا بس مالناش دعوه. هنيجي بقى الفقره المسائيه، وفي الوقت الساعة قبل أي حاجة الوقت التوقيت اتغير. فالمفروض يعني كان الساعة 5 فهي دلوقتي 4 الفجر يعني. وكنت بخلص شوية حاجات كده، وعندنا بقى آخر حاجة هنا. عندنا بقى هنا إيه؟ عندنا سكوبين من الواي بتاع ايفولف بالكارملايز بيسكتس، وعندنا ده بسكوت العيد، وفي ناس بتسمينا شاتر. فهاخد كام واحدة منهم وأوزنهم وأحسبهم بالظبط يعني. وقفنا على الماكروز بتاعة الوجبة دي. ماكروز اليوم كله ببساطة، ومعظم الوقت في يوم الراحة دايما يا اما بخرج يا اما باكل من بره يا اما من الاخر. عشان في يوم الراحة اللي انا بعمله ان او اللي احنا بنعمله انا والمدرب يعني، ان بيبقى مش بس السعرات اقل شوية، يعني هو اقل 300 سعرة تقريبا على ايام التمرين، بس في نفس الوقت الكارب زي اللي بتقل والفاتس بتزيد. فده بيديني الاريحية او من الاخر ان انا ممكن باكل حاجة فعلا فيها فاتس تقيلة. عايز اكل برجر، عايز اكل بيتزا، عايز اكل ايا كان. فهي دي الفكره بتاعتها. عشان كده هتلاقي ان انا اليوم ده ممكن عادي احمل زي ما انا عايز يعني. والحاجه الاخيره اللي انا عاوز اقولها، وهو ايا كان اللي انت بتعمله عشان تدعم
القضية بتاعت فلسطين، تأكد ان انت تعمل الحاجة اللي انت شايف اللي بالنسبة لك انت في عائد جايلك من الوسط، عائد يعني من ناحية ان انت شايف ان الحاجة دي فعلا بالدعم اللي انت بتعمله، شايف ان هي من الاخر دي اللي هيبقى فيه فعلا نتيجة منها ببساطة. يعني ايا كان بقى اللي انت بتعمله، بتعمل حاجة، بتعمل اتنين، بتعمل عشرة، بتعمل عشرين، اعمل اللي انت بتعمله وربنا يوفقك فيها ان شاء الله. الفلوج ده ببساطة يعني هو حرفيا ولا تمرين ولا اي حاجة، على قد ما هو فلوج كده في نص الاسبوع، يوم ما فيهوش تمرين، يوم كده الوجبات، يوم من الشغل، ويوم كل حاجة، وفي خناقة بره في الشارع في بيقول لي يلا عم بي. انا هضطر اقفل معاكم الفلوج لسبب واحد، انا شخصيا لما بشوف خناقات انا بحب اتفرج، بحب اسمع، بحب اشوف، بحب ايا كان، ولكن هو ده كان الفلوج بتاع النهارده. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من كل ده ان انتوا تدوسوا على الجرس اللي تحت عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعتنا، ولو في حاجه عاوزين ان احنا نتكلم عليها ما تنسوش تكتبوها في الكومنت سكشن تحت عشان احنا بنحب نعمل الفيديوهات اللي انتوا بتطلبوها. وكان معاكم سيف الضوء من ايفولف، خشوا اتفرج على الخناقه دلوقتي، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام عليكم.